النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. حققت شركة ألمنيوم البحرين ألبا إنجازا هاما في السلامة، تمثل في تحقيق 20 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت، وذلك يوم السبت الموافق 22 من يونيو 2024. وبمناسبة تحقيق هذا الإنجاز المرحلي في السلامة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ألبا السيد علي البقالي أن التزام ألبا تجاه السلامة يهدف لما هو أبعد من تحقيق الأرقام العالية، فهذا الإنجاز إلهام يعكس ثقافة السلامة المتأصلة في كل جوانب العمليات التشغيلية بالشركة، وتضع هذه الثقافة الأولوية للحد من المخاطر والتدريب المستمر وتعزيز بيئة تعاونية تكون فيها السلامة مسؤولية الجميع. استقطبت الكويت استثمارات أجنبية قدرها 3 مليارات و400 مليون دولار خلال 3 أعوام ما بعد جائحة كورونا، بينما صدرت استثمارات إلى الخارج بنحو 10 أضعاف ما استقطبته في الفترة ذاتها، استنادا إلى بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد. وذكرت بيانات أونكتاد أن دول الخليج استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بإجمالي 169 مليار و800 مليون دولار خلال 3 أعوام ما بعد كورونا. وصدرت بالمقابل استثمارات بقيمة 185 مليار و500 مليون دولار للأعوام 2021، 2022 و2023. والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية. أعلنت مجموعة سوليدريتي القابضة حصولها على جائزة أفضل قيادة استراتيجية في التأمين الإسلامي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال توزيع جوائز مجلة كابيتال فاينانس انترناشونال للعام 2024. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف السيد أشرف بسيسو، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليدريتي القابضة. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. بداية نبارك لكم هذا الإنجاز، وما هي أهمية حصولكم على هذه الجائزة؟ شكرا أخت سيرين على هذه الفرصة، نشكر تلفزيون البحرين على اهتمامه. طبعا هذه الجائزة تعكس البعد الاستراتيجي والتخطيط السليم لمجموعة سوليدريتي. من أهم المبادرات طبعا اللي احنا على مدى السنوات السابقة باشرنا فيها طبعا مشروع التحول الرقمي اللي احنا صرنا من أهم الشركات في المنطقة في هذا المجال، الابتكار في المنتجات وطرق خدمة الزبائن اللي ما في شك ساعد كثير على ان نحصل على هذه الجائزة طبعا. وطبعا احنا في عندنا هيكلية متقدمة في المنظومة الإدارية داخل الشركة، وبالأخص فيما يتعلق بإدارة رأس المال البشري اللي هي ساعدت أن يكون عندنا مصطلح اللي يسمونه مؤسسة رشيقة أجال أورجانيزيشن اللي هي تستجيب للتغييرات الحاصلة في بيئة أعمالها بسرعة. وطبعا من أهم الأشياء اللي هي الاستحواذات والاندماجات اللي بشرنا فيها كمجموعة سوليدريتي واللي احنا سباقين فيها صراحة على مستوى المنطقة. يعني خلال يمكن 4-5 سنوات السابقة سوينا ما يزيد عن 7-8 اندماجات واستحواذات اللي هي طبعا ساعدت في تنمية القطاعات التأمينية في الأسواق اللي نتعامل فيها، وطبعا مركز المجموعة ككل في المنطقة. نعم، مؤخرا نظمتم منتدى حول التأمين بالتعاون مع BIBF، ما هي أبرز النقاط التي تم التركيز عليها خلال المنتدى فيما يخص نشر الوعي التأميني محليا؟ شكرا، هذا سؤال مهم جدا. وطبعا هذا المنتدى اللي عقدناه بالتعاون مع BIBF ومصرف البحرين المركزي، اول منتدى للتوعية التأمينية على مستوى مملكة البحرين. ومن اهم المخرجات في هذه الندوة والمنتدى طبعا
هي ضرورة وضع خطة واضحة الملامح وتشمل جميع الأطراف ذو العلاقة لرفع مستوى التوعية التأمينية في مملكة البحرين، وطبعا هذا يحدث ايضا الى 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 زياده نسبه التامين في البحرين، ما يسمى بانشورنس بنتريشن، ايضا لما يخدم طبعا فيها فائده اقتصاديه وفائده مجتمعيه. نعم. طبعا التركيز ايضا ان يكون هناك وعي اكثر على مستوى الطرفين، يعني الشركات ان تحاول جهدها ان توصل المعلومه الى الزبائن بطريقه وافيه وكافيه وسهله يفهموها، وايضا يجب أن يكون هناك وعي من الطرف الآخر الزبائن بالمنتجات وبالشروط والأحكام التي تتعلق ببوالص التأمين. وطبعا تطرقنا أن التعليم جدا مهم، أن يجب أن يكون هناك استحداث يعني لبرامج أو خلينا نقول تأمين داخل بعض المناهج، على أساس أن يكون هناك توعية على صغر، إن كان في الابتدائي أو الثانوي وحتى الجامعة، على أساس الناس تكون على وعي أكثر ودراية أكثر. صحيح. بما هو التأمين والمنتجات التأمينية وكيفية التعامل معه. طبعا هناك موضوع آخر تطرقنا له، كان هي ضرورة أن من ضمن هذه الخطة اللي نتكلم عليها أن ينظر بعين الجدية لاستحداث بعض التأمينات الإجبارية التي تهدف يعني أكثر من أحيان حماية مجتمعية، مثل التأمينات على المنازل أو التأمينات على المنشآت التجارية أو التأمينات ضد التعويضات المسؤولية المدنية، خصوصا بعد اللي صار آخر فترة من ناحية التغيرات الجوية والتقلبات اللي صارت. فيعني يجب أن يكون هناك يمكن نظرة شمولية لهذا الموضوع، ويكون الأطراف بالعلاقة تضع خطة واضحة ويعني تكون قيد التنفيذ، وإن شاء الله بالسرعة الممكنة. السيد أشرف بسيسو، رئيس التنفيذي لمجموعة سوليدريتي القابضة، شكرا جزيلا لك.